بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر لمعالي وزير الأوقاف، وأنقل تحيات سعادة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إلى معاليه وبنجاح المؤتمر المنصة الكريمة. سأكون مختصرا جدا في حديثي عن فقه الدولة وفقه الجماعة في عناصر رئيسية، لا يمكن التحدث في فكرة عامة، في عناصر رئيسية. الموضوع يحتل مكانة بارزة في العصر الحالي. فقه الدول بيقوم على فكرة النظام العام وحماية المجتمع في مقوماته التي لا يمكن أن يحيا أي مجتمع بدونها من النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية. فقه الجماعة بيقوم على فكرة هي إسقاط الدول، عدم الاعتراف بحدود الأوطان ولا بتضاريس الأوطان، يقوم على العنف المسلح. الفقه المبطور للجماعة بيقوم على استخدام العنف، أساسه التفسير والتأويل القسري للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. هم لا يعترفون بفكرة الدولة مع أن الإسلام اعترف بالدولة. نجد أنه في الكتاب الكريم الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة قرية 56 مرة. يعني الإسلام عرف التنظيمات السياسية للتجمعات البشرية، ف 56 مرة ذكرت كلمة قرية، كلمة مدينة ذكرت 14 مرة، كلمة بلد أو بلدة ذكرت 14 مرة، بالجمع بلاد ذكرت 5 مرات. يبقى إذن الإسلام عرف فكرة الدولة، التنظيم، التعايش. أنا عامل 3 تطبيقات، كل تطبيق فيهم ليه أفكار، بس هقول رؤوس عناوين. فقه الجماعة، جماعة الإخوان الإرهابية، بيقوم على عنصر الجهاد من أجل السياسة متخذة من الدين ستارا. يعني نظرية البنا وسيد قطب، لن تقوم دولتهم بغير كفاح، ولن تصان حريتهم بغير سلاح. يبقى إذن هو ده مكمن الخطورة، الخروج على نهج الدولة. الرأي عندي أن فقه جماعة الإخوان الإرهابية يتحد مع فقه تنظيمي القاعدة وداعش في أن الثلاثة يستخدمون العنف، لكن فقه الجماعة الإرهابية في البداية بيستخدم السياسة، وإذا فشل في تحقيقها فإنه يقوم باستخدام العنف. فقه تنظيم القاعدة الإرهابي يقوم على الجهاد المقدم عندهم على العبادات وتكفير المجتمع للوصول إلى فكرة الخلافة. فكرة الخلافة بمفهومهم أن دولة واحدة تحكم العالم. هذه فكرة تجاوزتها مفاهيم العصر ومقومات العقل وأدوات التاريخ. التنظيم الإرهابي، تنظيم القاعدة الإرهابي، ده حركة متعددة الجنسيات تأسست في الفترة ما بين أغسطس 1988 وديسمبر 89. دي بتقوم أساسا أيضا على استخدام العنف وعلى فكرة الخلافة. فقه تنظيم داعش الإرهابي يقوم على العنف المسلح وعلى الجهاد التكفيري للوصول إلى الخلافة. إذن يعني جميعا يتخذون من العنف أسلوب للوصول إلى الحكم. هذه القضية، لا يدافعون عن دين ولا يدافعون عن وطن، وإنما يريدون الوصول إلى الحكم، ويتخذوا من الدين ستارا في هذا الشأن. الاختلاف الوحيد من وجهة نظري ما بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش أن تنظيم القاعدة بيشوف العدو القريب بالنسبة له خارجي، عشان كده هو حارب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن التنظيم داعش بيرى ان العدو بتاعه عدو داخلي، ولذلك هم كل التنظيمات الإرهابية الخاصة المنبثقة من داعش هي بترى ان العدو بتاعها وطني داخلي داخل الدولة. انا من واجب الانصاف في هذا المقام ان اذكر ان مصر وقيادتها حققت شوطا طويلا من النجاح في مكافحة الإرهاب على الصعيد الامني والشعب،
وأقدمت على إنشاء العديد من المشروعات والبنية التحتية. ده بيبعث في الشعوب الأمل. الجماعات المتطرفة بتبعث لدى الشعوب الإحباط. ولذلك أنا أنتقل إليكم لنقطة أخيرة تتعلق بنظرة المجتمع الدولي. مجلس الأمن الدولي ليس خافيا عنه ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. اجتمع مجلس الأمن وسنة 2014 وكان باراك أوباما الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت في سبتمبر، وأصدر القرار 2178 لسنة 2014 واتكلم عن مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهم اتكلموا عن المسألة دي في مجلس الأمن بدافع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومعنى ذلك أن ما انتهى إليه هذا المؤتمر يعتبر من قبيل القواعد القانونية الدولية الملزمة بالنسبة لجميع دول العالم، وعددها 193 دولة. الرأي عندي، ودي مسألة خطيرة أرجو من السادة المنصة تدوينها، ربما تصلح أن تكون فكرة في التوصية، أن جميع النصوص الدولية والاتفاقات الدولية والقرارات ذات الصلة خلت من ثمة تنظيم لمساءلة الدولة راعية الإرهاب. ما حدش يتكلم خالص على مستوى الاتفاقات الدولية عن الدولة راعية الإرهاب. أنا عندي الدولة اللي بتمول، وعندي الدولة دولة العبور، وعندي دولة التدريب. الثلاثة دول أنا مش عايز على المستوى الدولي أوقع عقوبات اقتصادية تنال من حق الشعوب في الحياة الكريمة، ولكن ينبغي النص على مسؤولية الجنائية لرأس الدولة الراعية للإرهاب. لذلك لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة. وزي ما قلت لحضراتكم، أنا عندي دولة المنشأ مفيش مسؤولية، أنا عندي دولة العبور مفيش مسؤولية، أنا عندي دولة المقصد مفيش أي مسؤولية على الدولة التي ترعى الإرهاب، وإنما كلها عبارة عن تنظيم لمكافحة الإرهاب. الإرهاب من وجهة نظري لن يهزم بالقوة العسكرية والاستخبارات فقط، وإنما عن طريق التنظيم الدولي. لا يمكن لأي دولة في العالم، حتى أمريكا نفسها، لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت قوية أن تواجه الإرهاب بمفردها ما لم يكن هناك تنظيم محكم على مستوى الدولي لمكافحة الإرهاب بتحقيق مسؤولية الدولة راعية الإرهاب. نقطة مهمة جدا حضراتكم، أنا عارف، نقطة دقيقة واحدة، نقطة مهمة جدا وهي مسألة تكنولوجيا الاتصال. شبكة الإنترنت بيستخدمها الإرهابيين للتطرف ونشر الفكر. هذه أيضا ليست منظمة على المستوى. رؤيتنا الأخيرة هي أن التعاون الدولي لازم يكون على قدم وساق في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية. وحينما أتحدث عن نقاط الاتصال بتبادل المعلومات بمرونة وسهولة بين الدول دون التقيد بأحكام القوانين الداخلية، لأنه في مجال الحفاظ على الأمن القومي العالمي والإقليمي لا ينبغي التحدث عن سيادة، وإنما ينبغي التحدث عن الحفاظ على الهوية والأهداف الوطنية القومية. شكرا لحضراتكم.